السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مهندس كورة، أهلا بكم في حلقة جديدة. للأسف للأسف خروج تونس. أولا نحب ندي تونس تحية كبيرة جدا 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 ونقول لهم رجالة أسود فعلا تستحقوا الوصول لنصف نهائي بطولة أفريقيا، لكن الحظ ما كانش معاكم. مباراة تونس والسنغال كانت مباراة سيان بين الفرقتين، يعتبر يمكن نسبة الاستحواذ تقارب 50% 50%، عدد الشوطات اعتقد 12 شوطة 14 شوطة، الباصات الصحيحة للفرقتين اعتقد 292 290، يعني المباراة كانت سيان جدا. تونس هجمت شوية، السنغال هجمت شوية وهكذا. شفنا إثارة في المباراة، مباراة سريعة، حتى ضربات الجزاء ده ضيع وده ضيع. سريعا ندخل في تفاصيل المباراة من غير إطالة للناس اللي ما شافتش المباراة أو الناس اللي شافتها وحابة تسمعنا، أهلا بيكم معانا. أولا ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب كومنت وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، بس كده. المهم نكمل المباراة. تونس دخلت الشوط الاول يمكن على استحياء شويه، بدات السنغال تضغط عليها في ثلث ملعب تونس الاخير بالاطراف والاختراق من العمق، لكن اعتقد كان بدون خطوره قويه قوي على مرمى تونس اللي قدرت تنهي الشوط الاول ب صفر، نتيجه 0-0، واعتقد ما كانش في خطوره جامده قوي من تونس على السنغال. ندخل الشوط الثاني والمعجنه او المدعكه لمباراه السنغال وتونس. بدات المباراه تشد تشتعل لغايه ما وصلنا للدقيقه 75 اللي فرجاني ساسي وقف على منطقه الجزاء عشان يشوط كوره ويحطها في الجون، لكن للاسف 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 اخفق فرجاني ساسي ان هو يحرز هدف التقدم لتونس، واعتقد اللي هو الهدف ده كان احرزه فرجاني ساسي كان هيوصل تونس على طول المباراه النهائيه، لكن للاسف شاء القدر او ابى القدر ان تصعد تونس المباراه النهائيه. وفي الدقيقه 75 فرجاني ساسي ضيع الكوره، ليه؟ لانه لعبها بنفس الطريقه اللي كانت في المباراه السابقه واللي حذره منها عصام الشوالي حتى وهو بيذيع، قال انا قابلت فرجاني ساسي وحذرته من الطريقه اللي شاط بيها الكوره في المباراه الاخيره وقلت له ان ربنا استرها معانا ما تعدهاش تاني، ولكنه حب يعيدها تاني. الكرة كان فيها سن التناكة، مش ده فرجاني اللي جاب هدف الفوز في ضربات الجزاء في المباراة اللي فاتت. بعد ما ضيع الكرة فرجاني ساسي الماتش بدأ يولع، جريت نيجيريا عفوا السنغال يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال لغاية ما وصلت السنغال لمنطقة جزاء تونس وخدوا ضربة جزاء في الدقيقة 80. المباراة اتقلبت، كل جماهير تونس ايديها على قلبها، ازاي يا جم ازاي يا جماعة ازاي يا جماعة، ودخل تونس وجمهور تونس في أجواء الرعب. راح على الكورة اللاعب هنري اللاعب السنغالي، وقف قدام الكورة وهوب دخل يشوط، اتصدت برضه الكورة ولسه النتيجة 0-0 في الدقيقة 80 أو 81 من مباراة السنغال وتونس، اللي تونس عملت مباراة ولا أحلى ولا أروع وقدرت تقف قدام الخصم العنيد السنغال القوي المرشح بقوة للفوز بالبطولة، وعملت مباراة جميلة جدا هي ومدربها، مباراة للتاريخ بصعودهم لنص النهائي في بالمستوى اللي تونس كانت داخلة بيه، واعتقد هو مستوى ما كانش قوي قوي بالنسبة للي عملته تونس، وانها تخرج من دور المجموعات بثلاث نقط بس بثلاث تعادلات متتالية في الوقت الاصلي، وايضا اللقاء اللي بعديهم بتعادل في الوقت الاصلي ولعب ضربات جزاء عشان تصعد. تونس عملت اسطورة ومباراة عالمية ومجهود يحسب لهم، الف مبروك ليهم. اللعب على المركز الثالث والرابع والله دي مش حاجه محزنه تماما، الف مبروك والله، هم كانوا قاب قوسين او ادنى ان هم يصعدوا للنهائي، لكن هم يروحوا مركز ثالث ورابع بالمستوى اللي ما كانش قوي ده، انتوا فرقه تحترم ورجاله بجد، والف الف الف تحيه لشعب تونس والجمهور تونس والمنتخب تونس. المهم يا جماعه بعد ما وصلت الدقيقه 88 وصل الوقت الاساسي وانتهى، بعديه على طول دخلنا في الاكسترا تايم. دخلنا في الاكسترا تايم، المباراه ماشيه هجمه هنا هجمه هنا، تونس تشد السنغال تشد لغايه ما جت الدقيقه ال10 دقيقه كارثيه لمنتخب تونس ليحرز اللاعب برون هدف في نفسه في مرماه عن طريق الخطا في الدقيقه 110. للاسف تونس ما قدرتش تعوض الهدف ده اللي خلى السنغال ان هي تصعد بشق الانفس مع منتخبنا العربي تونس. ما تزعلوش جمهور تونس، ما تزعلوش لعيبه تونس، ما فيش حد تونسي يزعل، انتوا شرفتونا كمصريين، شرفتونا كتوانسة، شرفتونا كعرب، شرفتوا العالم كله بمنتخبكم المحترم، فرقتكم العظيمة، أهلا بيكم في بلدكم التاني مصر، نورتونا، ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله في بطولة جديدة على أرضكم وبلدكم التاني مصر. ألف شكر ليكم، كان معاكم أخوكم عمرو عاطف من قناة مهندس كورة، سلام عليكم.